هما نوعين يعني، يا اما حصل لها الموضوع ده لاول مره في حياتها مع اول مره يحصل فيه جماع، فده نسميه نوع اولي. والنوع الثانوي ان هي واحده كانت عندها حياه جنسيه طبيعيه وبعدين لسبب ما توقف الموضوع الجنسي بالنسبه لها، حصل لها حادثه، حملت عمليه، حصل التهاب، حصل بتبقى في اسباب كتيره لكده. انما في كلا النوعين في درجات ليه، يعني ممكن تبقى درجه شديده جدا لدرجه ان هي ما فيش اي حاجه تقدر تدخل جوه، يعني حتى وهي بتتشطف مثلا ما تقدرش تدخل صوابعها مثلا. بالنسبة للنوعين هي الدرجات بالظبط. دي الدرجه الشديده قوي. في درجه تانية ان هي لا، ممكن تتشطف عادي، ممكن حتى دكتور النساء لو هتكشف يكشف عليها عادي، انما ما يحصلش جماع. في درجه الاخف بقى اللي هي في ستات كتير عندهم الدرجه دي، بس يعني بيخافوا يشتكوا منها، ان بيحصل جماع لكن بيبقى مصاحبه ألم شديد بالنسبة لها نتيجة برضو لانقباض العضلات. والزوج بيشتكي في الحالة دي ان هي ضيقة قوي او ان هي مش بتستجيب معاه في العملية الجنسية. ده بيبقى نسميه النوع الثالث، اللي هو الدرجة الثالثة اللي هي الأخف، يعني من درجات هما 3 درجات بس يا دكتور. يعني هي يا اما ما يبقاش فيه جماع خالص، يا اما ممكن هي تدخل مثلا تتشطف، ممكن الدكتور يكشف عليها كده، او الدرجة الثالثة اللي هي ممكن يحصل جماع بس بألم شديد، بضيق شديد، تحس بحرقان. ده دي الدرجة الخفيفة منه شوية.